وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور بدر محمد عادل أستاذ القانون العام بجامعة البحرين. مساء الخير دكتور وأهلا بك في مركز الأخبار. مساء الخير. نحتفي اليوم طبعا بذكرى وطنية عزيزة وصفها جلالة الملك المفدى في كلمته السامية قبل قليل بأنها كانت انطلاقة واعدة في مسيرة التحديث الشامل لمؤسسات الدولة وحتى لسلطاتها الدستورية. لو نتحدث عن هذه التجربة الرائدة بعد مرور 17 عاما وانعكاساتها على المواطن. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بس مبارك لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا بهذا اليوم الذي فخر واعتزاز لكل بحرين، وهو يوم التصويت على ميثاق العمل الوطني. بالتأكيد لابد بعد 17 عاما أن يفخر كل مواطن بحريني بما تحقق في مملكة البحرين من إنجازات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. أصبح هناك من ضمن الإنجازات أصبح هناك برلمان قوي يشار إليه بالبنان، له كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية، وأصبح المواطن البحريني شريك أساسي في عملية صنع القرار. أيضا الميثاق استكمل الكثير من المؤسسات ومنها المحكمة الدستورية، أصبح هناك محكمة دستورية تختص بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح. نعم. وأيضا أصبح هناك ديوان رقابة للمالية يختص بحسن وإدارة المال العام. لا ننسى أيضا أن الميثاق نتيجة للحقوق التي أقرها للمواطن، استطاعت البحرين أن تعبر أن تدخل في الكثير من الاتفاقيات الدولية، ومنها على رأسها العهدين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أيضا تم إنشاء الكثير من المؤسسات الحقوقية، من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، والتي استطاعت هي بدورها أيضا أن تتعاون مع المنظمات الحقوقية، ومنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. هذا كله ما أنجزه الميثاق، وهذا ما ترتب عليه من إنجازات. لذلك هذا حقق نوع من التعايش السلمي لدى المواطن واللحمة الوطنية نتيجة لهذه الأثار. أيضا في المجال الحقوقي لا ننسى إنشاء مفوضية الحقوق والسجناء والمحتجزين. أيضا على الصعيد الاقتصادي، ميثاق العمل الوطني أضاف يعني كان إنه يقوم بعملية مشاركة القطاع الخاص في بناء هذه الدولة وفقا أيضا لرؤية 2030، التي تعتبر امتدادا أو ترجمة صادقة لما جاء في الميثاق. أصبح البحرين اليوم بالرغم من موارده المحدودة في ضوء المبادئ التي أقر الميثاق أن هي تحقق تقدما، وهذا التقدم بموجب تقارير أموية التي وصفت البحرين بأنها رائدة في مجال الموارد البشرية. نعم، تطرقتم إلى التقارير الدولية. الميثاق جاء ملبيا لتطلعات المواطنين في الداخل. نعم. وكان له صدى دولي أيضا في الخارج. لو نتحدث عن هذا الصدى الدولي لهذه التجربة الرائدة في بلد قد يكون حديث العهد بالديمقراطية ولكنه أنجز الكثير. نعم، ميثاق العمل الوطني يعني باختصار بسيط هي وثيقة مستقبلية لمملكة البحرين، ليس وثيقة حقوقية فقط، بل هي وثيقة لنظام سياسي كامل لتطلعات شعب. يعني التقى ميثاق العمل بين رؤية ملك وبين تطلعات شعب، وهذا ما جاء في يوم 14 فبراير الذي اليوم نبارك ونتكلم عنه هذا اليوم. طبعا ميثاق العمل الوطني لأنه أعاد الشكل الديمقراطي للدولة. نعم. هذا أثبت للعالم أن هناك قيادة في مملكة البحرين تعمل على تنمية هذه الدولة، وأن هناك تسمح ب رفع سقف الحقوق وبناء مجتمع قوي، ليس بناء مجتمع قوي فقط اقتصادي أو اجتماعي، بل مجتمع سياسي قوي يستطيع أن يساهم في عملية صنع القرار بشكل إيجابي عن طريق برلمان قوي. وأيضا يعني من الأمور التي أيضا أصبح هناك جمعيات سياسية وهي شكل أقرب للأحزاب السياسية، أصبح عندك هناك مجتمع مدني ومجتمع مدني نشط جدا يتدخل في الشأن الاقتصادي ويتدخل في الشأن الاجتماعي ويتدخل في الشأن الثقافي، وهذه اللي احنا نشوف اكثر من جمعيات
مجتمع مدني كثيرة منتشرة. نعم دكتور بدر، جلالة الملك مفدى أكد أيضا في كلمته السامية اليوم بأن ثوابة الميثاق ستبقى دائما الدافع للمزيد من البناء. نعم. والعطاء، ولكن بالاستناد على احترام حكم القانون. نعم. باعتباركم رجل قانون، ما دلالة هذا التأكيد و على النهج الذي تسير عليه البحرين اليوم؟ طبعا أنا في اعتقادي الشخصي أن جلالة الملك يؤكد أن هناك ثوابت وطنية اتفق عليها الشعب. نعم. وهذه الثوابت الوطنية التي جاءت في ميثاق العمل الوطني يجب تطبيقها في إطار أحكام القانون، أي سيادة القانون، أي احترام مبادئ المشروعية التي أقرها الشعب، وأن لا يتم التجاوز على هذا، ولا يتم يعني القفز على هذه الثوابت التي تعتبر هي عنوان ونهج حياة للمواطن والشعب البحريني. نعم الدكتور بدر محمد عادل، أستاذ القانون العام بجامعة البحرين، شكرا جزيلا على وجودك. شكرا لك. شكرا لك.